شاهدينا خلينا نروح دلوقتي لزميلتنا هالة الحملاوي مرة تانية عشان تطمننا على أخبار الطقس بالتفصيل. تفضلي. شكرا جوانا. دلوقتي أحوال الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. في النهاردة شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن احنا لاحظنا ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، هل ده هيستمر معانا الايام اللي جايه؟ بالفعل، يمكن احنا الايام الماضيه الاول شهدنا تقلبات جويه ما بين نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه، اضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه، تساقط الامطار، ده طبعا كان وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه. لكن من اليوم هتبدا تعتدل الاجواء بشكل كبير، هتقل سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهوريه، وهيكون في استقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، لكن هيستمر معانا انخفاض قيم درجات الحراره فتره النهار والملحوظ اكثر فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، فبالتالي إحساسي بالطقس هيكون طقس لطيف خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية، معتدل على المناطق الجنوبية. مع دخولنا في فترات الليل وغياب أشعة الشمس طبعا هيكون في انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة، هيكون ملحوظ أكتر ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر فترة الصباح الباكر. أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية. كمان الظاهرة الجوية المؤثرة معانا اليوم وخلال الأيام المقبلة هي الشبورة المائية اللي بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ممكن تكون كثيفة أحيانا لكن مش هتأثر تماما على حركة المرور خلال فترة الصباح الباكر. احنا بس مهم خلال الأيام المقبلة ان احنا نبدأ نرتدي الملابس الشتوية، خاصة لو احنا بنخرج فترات الصباح الباكر او بنرجع من أشغالنا خلال فترات الليل المتأخر، لان البرودة هتكمل معانا فترات الليل بشكل كبير خلال الأيام المقبلة. قيم درجات الحراره ممكن الايام المقبله فتره النهار نحس ان هي دافيه فتره النهار، لان قيم درجات الحراره هتتراوح ما بين 24 الى 25 درجه مئويه. احنا خلاص بنقترب من فصل الشتاء، فمعظم الايام هيكون فيها احساس بالبروده فتره الليل او فترات الصباح الباكر، والاجواء المستقره فترات النهار باذن الله. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض كده سريعا دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجات الحرارة العظمى 22 والصغرى 15، وفي العاصمة الإدارية 22-14، الإسكندرية 22-14 أيضا، والعلمين الجديدة 22-13، مطروح 24-13، ودمياط 21-16، بورسعيد 21-17، والإسماعيلية 23-14. أما في السويس فالعظمى 23 والصغرى 14، وفي العريش 21-13، كاترين 17-7 وطابة 22-15، حلايب 26-22، شلاتين 28-20، شرم الشيخ 25-17، والغردقة 25-16. في الفيوم 22-12، وفي بني سويف 22-12 أيضا، في الوادي الجديد 26-11، وفي أسيوط 23-11، سوهاج 25-13، إنا 26-13، الأقصر 26-14، وأسوان 27، والصغرى هناك 15. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية لمحمد وجمانة ومتابعة فقرات. صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا.